لما الناس بقى بتتلم عليه وبتتضايق حضرتك ولا؟ اتضايق ازاي يعني؟ حد يصح له يعني انه يتشبه للزعيم عادل امام يقول لا ده يعني ده من حظه والله العظيم من حظه انه الناس بتشاور له وبتقول له انت شبه عادل امام. وفي ناس بيني وبينك كمان يعني هو طبعا اكيد مش هيكون متواجد باي مكان وربنا يديه الصحه والعافيه. يتكلموا معاه عايزين يسلموا عليه يعني حاجة حلوة بتبقى حاجة هو حلوة. الأستاذ فكري كمان ليه شعبية وليه جمهور خاص كده، بس للأسف الشديد ده خلاه يكون بإطار معين إن شركات الإنتاج ما بقتش بتطلبه كونه إنه هو شبيه عادل إمام. فدي بس عامل لك مشاكل الموضوع ده، عامل لك مشاكل. لا 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 هي كدا. بس ما اعرفش في ايه يعني، انا ما اعرفش يعني انا يعني المفروض ممكن عشان انت شبه عادل امام فانت محصور ضمن يعني قالك ده بقى كاركتر معين. لان انا اشتغلت مع الاستاذ عادل امام. وقف حالك. لا لا, لا 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 انا اشتغلت مع الاستاذ عادل امام في مصر 20 سنه. فطبعا ممكن يقول لك هذا ممكن بيشتغل بس مع الاستاذ عادل بتاع. لا انا اشتغلت مع الاستاذ عادل في ايه؟ مسرحيات الزعيم وبوديجارد وفي جميع الافلام اللي هو عملها كنت بطلع مشاهد كده معاه، مثلا بخيت وعديل الجزء الاول والثاني، رساله للوالي، طيور الظلام، فالنتينو كمان فالنتينو بعدين اللي انا عملت.